طبعا مش هننسى نجيب موقف الأستاذ محمد الشرقاوي برضو قبل وبعد، نشوف فيديو للأستاذ محمد الشرقاوي. اولا مساء الانوار. مساء النور يا كابتن منحل، طبعا مرتضى بيه اتصور حضرتك كنت سامع حديثه بالكامل، هو شايف ان يعني ما تم نشره اليوم في المصري اليوم يعتبر امر جنائي، وانه بصدد رفع دعوى جنائيه ضد القسم وضد الجريده باعتبار ان هي بتروج وتسوق لافكار هدامه خاصه برابطه بترتكب افعال اجراميه. رد حضرتك. كابتن مدحت، مرتضى منصور مش هو اللي هيعلمنا الاعلام. اتفضل. مرتضى منصور انا هعلمك الاعلام غصب عنك وغصب بقول لك يا مرتضى غصب انت شغال فاهم انت وحاج تعليل خلاص لا لا ما ينفعش يا جماعه، احنا لازم نفصل الصوت ده، ما ينفعش. احنا كان فعلا الكابتن منحة شلبي كان لازم يفصل سؤال الصوت. بس انت هتعلق عليا ده هو كل المكالمه تيت، وانا بتكلم 30 ثانيه 30 ثانيه فيهم 27 تيت متبادل بين الاستاذ محمد الشرقاوي ورئيس نادي الزمالك، كان بس الجمله الابرز ان هو مش هيعلمنا الاعلام، وبعد كده ما سمعناش حاجه خالص، والافضل ان احنا ما نسمعش حاجه خالص، لان ما يصحش ابدا يكون ده المستوى اللي موجود في النقاش وفي الحوار وفي الاختلاف. لكن بما ان الاستاذ ايهاب كان عايز يسمع موقف الاستاذ محمد الشرقاوي جبناه له، بس اعتقد لسه فيه استاذ محمد الشرقاوي قال في حاجه خطيره جدا اتكلم فيها بس في وقت تاني اكيد مش دلوقتي. كان بيتكلم في فكره واضحه وهي ان اكيد الشخص اللي بيتجاوز في حق الناس دي كلها اكيد في سكوت عليه او دعم ليه، وانا اربأ باي حد في مصر انه يدعم التجاوز، وعشان كده بنتمنى ان ده ينتهي لان ده شيء غير صحي بالمره. بس لما نسمعه على لسان محمد الشرقاوي اكيد هيبقى شيء غريب مش شيء غير صحي. نسمعه. لكن هو بيروج ان الدوله مسانداه وفي مؤسسات مسانداه وان هو يعرف رئيس الجمهوريه وبيقول كده في النادي وسط الاعضاء، احنا مش مصدقين الكلام ده وعارفين ان الكلام ده غير صحيح، ولكن للاسف كثر ترديد الكلام دوت بيخلي الاعضاء العاديين او الناس العاديين بيصدقوا، لان فعلا كل شويه يخرج يغلط في حد او يسيء لحد ويهاجم حد والناس ساكته عليه وما حدش بياخد موقف، ما حدش بيقول حتى عيب، يعني ما حدش بيقول له ما يصحش كده، يعني مش عايزين ناخد يعني مواقف كبيره، ولكن على الاقل عيب، ما فيش حد بيتكلم الكلام ده معاه. فللاسف الشديد في بعض الناس مصدقين، احنا بقى ما بنخافش، احنا ما بنتهددش، احنا مكملين لاخر مدى ان شاء الله لغايه ما نشوف الاجراءات التصعيديه، هنصعد اكتر من كده، تصعيد لاقصى مدى زي ما انت شايف الناس كلها بره مجمعه على قرار واحد اللي هو مقاطعته لغايه ما ناخد معاه موقف والدوله تشوف لها حل، ما احنا مواطنين مصريين برضه. هو مواطن مصري واحنا مواطنين مصريين. هي دي المواقف وهو ده المنهج في التعامل، تجاوز قصاد تجاوز، وعشان كده الناس بتستغرب موقف النادي الاهلي اللي مستحيل ينزلق لمثل هذه التصرفات، وموقف النادي الاهلي واضح وصريح وفي قانون بيحكم تصرفات النادي الاهلي.